النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملة. في حديث لعاصر الرحباني يقول فيه: إن وجه فيروز للتمثيل السينمائي كما للمسرحي وجه رائع، لما تحمله تقاسيمها من هدوء وصفاء داخلي لا يحمل أي قلق أو توتر كالوجوه السينمائية التي نعرفها وتبرز لنا دائما على الشاشة الأوروبية والأمريكية. وهذا الوجه الذي يحمل هذه الخصائص في رأي اختصاصيي الوجوه السينمائية من الوجوه النادرة والمثالية، فهو يعطي انسكابا وتأثيرا كبيرين على المتفرجين. تجربة الرحابنة وفيروز في عالم السينما تحمل في تاريخ أرشيفها 3 أفلام فقط: بياع الخواتم من إخراج يوسف شاهين، سفر برلك وبنت الحارس من إخراج هنري بركات. لماذا العمل السينمائي والرحابنة عند دخول عالم السينما لم يكونوا بحاجة إلى شهرة أو آفاق جديدة لأعمالهما؟ فهما قد أثبتا بأنهما من أسياد الأغنية والكلمة والمسرح الغنائي، إلا أن الفن الشمولي هو الإطار العام الذي طبع اتجاهات عاصي ومنصور، ولذا فإن دخول عالم السينما لم يكن مقصدا إبداعيا لديهما، بل حالة توثيقية في البداية حاولت فيما بعد إيجاد خط للسينما اللبنانية، إلا أن الإمكانيات والوقت لم يكونا إلى جانب عاصي ومنصور وفيروز. فيلم بياع الخواتم هو في الأساس مسرحية للرحبانيين أخرجها صبري الشريف، وهي من بطولة فيروز ونصري شمس الدين. قصة العمل تتمحور حول ريما أي فيروز، ويمثل نصري شمس الدين دور خالها مختار القرية الذي يوهم القرية بأن سكانها مهددين من شرير اسمه راجح، الذي لعب دوره جوزيف عزار، وهو الوحيد أي المختار الذي يستطيع أن يواجه راجح. كل ذلك فعله المختار كي يبقى مسيطرا على القرية في جو من الادعاء الساخر لأعمال بطولية خارقة. ريما عرفت اللعبة، وكذلك فضل وعيد أي إلي شويري وجوزيف عزار، فيستغلان القصة ويسرقان تحت اسم راجح، وتتوالى الأحداث إلى حين ظهور راجح بياع الخواتم في موسم الخطبة. المسرحية تحولت إلى فيلم بياع الخواتم للأسباب التالية: أولا، اختبار حقل السينما من قبل عاصي ومنصور مع عمل أخذ حقه من النجاح فلا خوف على فشله. ثانيا، توثيق هذا العمل، وهذا العمل هو الوحيد الباقي صوتا وصورة من أعمال الرحبانيين القديمة مسرحيا. ثالثا، اختبار اللوحات المسرحية في الرؤية السينمائية، وفي الفيلم الكثير من اللوحات: عيد العزابي، نواطير الثلج، الخطبي، والشخصيات الفنية: الشويش، سبع ومخول، فضل وعيد. حول هذا الفيلم تقول فيروز: لما طلب مني الوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى أي في فيلم بياع الخواتم، ذعرت كعادتي وكان جواب الرفض. حاول عاصي إقناعي ووعدني بتصوير مشهد واحد يحمض ويعرض علي، فإذا لم يقنعني بمتابعة العمل يعدل عن الفكرة من أساسها. وافقت على الشرط ووقفت أمام الكاميرا وأنا أرتعد من الخوف، خوف مرده في معظمه إلى قلقي على فني وخشيتي من أن أفقد بعض ما بلغته. فيوم يتخلى الفنان عن خوفه وترقبه يقفز قفزة كبيرة ولكن إلى أسفل. وعاد المشهد من التحميض وأغمضت عيني طويلا قبل أن أرى نفسي أتحرك وأغني. لم أرضى عما رأيت غير أني قنعت بمتابعة التصوير. أتاح لي الفيلم مراقبة نفسي واكتشاف مكامن الضعف في تحركي وانفعالي، فلقد ظهرت بطيئة جدا في حركتي كطفل يحاول الوقوف على قدميه وهو بعد متردد يرتجف، وكان أن انتهى تدريبي باندفاعي إلى الحركة
وكانت بداية لظهور جديد لي مسرحيا وفي الحفلات. عام 1967 كان الفيلم الثاني من إخراج هنري بركات، وهو كما الفيلم الأول من تأليف وسيناريو وألحان وكلمات الأخوين رحباني. هذا الفيلم سفر برلك تم تصويره بالسكوب وبالألوان، وهو من بطولة فيروز ونصري شمس الدين، وشارك عاصي الرحباني بدور أحد القبضايات بالإضافة إلى إحسان صادق، نزهة يونس، بيرز فازاليان، سلوى حداد أي أم ملحم، رفيق السبيعي، أبو صياح، صلاح تيزاني أبو سليم، محمود مبسوط فهمان وغيرهم من الأسماء. تدور قصة الفيلم حول فترة الحكم العثماني الذي فرض القهر والجوع والجندية الإجبارية ونظام السخرة على سكان سوريا ولبنان. خلال هذه الفترة رسم الرحبانيان صراع القبضايات في إحدى القرى اللبنانية ضد الجنود العثمانيين وتعاون السوريين واللبنانيين في هذا الصراع. وتأتي ضمن هذا الإطار قصة حب بين عدلة أي فيروز وأحد شباب القرية الهارب من وجه العسكر العثماني إحسان صادق. حول هذا الفيلم أجابت فيروز عن بعض أسئلة بوضوح، محددة معالم التجربة السينمائية الثانية في حياتها الفنية. هل تعتقدين أنك في فيلم سفر برلك قد خرجت عن كونك مطربة مسرح إلى ممثلة سينمائية؟ فأجابت فيروز: على المسرح أنا أغني وأمثل، وفي السينما أمثل وأغني، وكممثلة بعتقد أنه ما بني شيء. هل هناك أسلوب لأداء الأغنية المسرحية وأسلوب لأداء الأغنية السينمائية؟ وما الفرق بينهما؟ وإلى أيهما ترتاحين أكثر؟ أجابت فيروز: الأغنية المسرحية أغنيها والجمهور أمامي، أما الأغنية السينمائية فأغنيها والجمهور ببالي، ولكل واحدة صعوباتها، ولعل الأغنية السينمائية ميزة أنها مسجلة ويسهل تكرارها حتى تصل إلى الشكل الأكمل. في الفيلمين مثلت دور الفتاة القروية الطيبة، فلو عرض عليك دور يخرج عن إطار هذه الشخصية التي عرفناك بها كدور غنية مثلا، هل تقبلين إذا كانت هناك شروط مغرية؟ أجابت فيروز: هذا الدور ليس من طبيعتي، وأنا أعتبر أن الجمهور يحب أدواري الحالية، كما أنني أستطيع أن أقول إن فيلم سفر برلك محاولة ناجحة لتحبيب الجمهور بالسينما اللبنانية. ولعاصي الرحباني أيضا رأيه في فيلم سفر برلك، فقال مدافعا عن الفيلم: لقد كتبت الصحف عن هذا الفيلم انتقادات كثيرة، منها أننا لم نخرج عن تأثيرات المسرح الغنائي، ومنها أننا لم نعرف أن نعمق مدلول الجماعة أثناء مقاومة حكم الأتراك، ومنها أن الفيلم تعمد التجارية. ولكني أقول إن فيلم سفر برلك هو فيلم حقيقي بكل ما تتضمنه العبارة من مدلول. عينبيك
حمت عنبي من عسي لبستها الصبي وغمزة الصبي عنبي عنبي حمت عنبي من عسي لبستها الصبي وغمزة الصبي عنبي راحت على المزارع والمزارع فيها الزهر والنعم الفيلم الثالث بنت الحارس، والذي يعتبره عاصي الرحباني أفضل من الفيلمين السابقين كونه اعتمد على الحركة السينمائية في الحوارات والزمان والمكان، فهو أيضا من إخراج بركات وبطولة فيروز ونصر شمس الدين. قصة الفيلم أيضا تدور في قرية ما، حيث مجلس بلديتها أناس مستغلون ماجنون يقررون أن يصرفوا حارسي البلدة من الخدمة، ويكون أحدهما والد فيروز نصر شمس الدين والآخر عبد الله حمصي أسعد، فيضطر والد فيروز أو نجمة لترك القرية بحثا عن عمل، فيذهب إلى المرفأ للعمل هناك، ويترك ابنته أي نجمة وأختها الصغيرة في القرية، فتضطر الابن نجمة للعمل في التدريس حتى تعيل نفسها وأختها في غياب والدهما. وفجأة يخطر ببال نجمة خاطر، ما دامت القرية في أمان فإن والدها لن يعود إلى الوظيفة، ولهذا لابد من افتعال ما يعكر أمن القرية، ولهذا تعمد إلى انتحال صفة أبو كفي، وتأخذ جفت والدها وتنتقل في زواريب القرية وهي تطلق النار، وخصوصا على بيت رئيس البلدية وأفندينا الذي هو البيك الكبير والذي لعب دوره عاصي الرحباني، فيدب الرعب في قلوب الجميع، وتكتشف نجم العلاقات والصفقات المريبة التي تمرر تحت جنح الظلام. يحاول المسؤولون في البلدية الكشف عن حقيقة أبو كفي بحيل بوليسية ساذجة ومضحكة، فيلقون التهمة على بشير المعاز الذي لعب دوره منصور الرحباني، ويخوضون معه صراعا عنيفا دون فائدة، إذ يتأكد لهم أنه ليس هو. وعندما يشتد خطر أبو كفي يتم استدعاء أبو نجمي ورفيقه الآخر للعمل، وذلك من أجل القبض عليه. وعندما يتم القبض على أبو كفي ويتبين أنه نجمي وتحال إلى التحقيق، يحاول المسؤولون في البلدية الانتقام منها بالحكم عليها، إلا أنها تهددهم بفضح أعمالهم التي اكتشفتها في الليالي المظلمة، لذا سحبوا اتهامهم عنها. ولما كان لابد من أن يكون هناك أبو كفي ليصوره التلفزيون والصحافة، فقدم بشير المعاز بعد أن تم التفاهم معه على أنه أبو كفي. Thank you.
الزرقاء مرسوم طريق النحل. طريق النحل، إطلالة على حياة وأعمال الأخوين رحباني، يعده هشام مشرفي، تقدمه جهان الملا.